أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة. اخترنا لكم اليوم السيد عبد الحكيم، صاحب أوتو بيرفكت جروب. نورتنا أستاذ سيد، ونورت شاشة برنامج رواد الأعمال. حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. حضرتك أنا السيد عبد الحكيم أحمد محمد من جمهورية مصر العربية. دخلت دولة الإمارات في 2016، طبعاً مجالي مجال السيارات، تخصص السيارات. اشتغلت في كم من ورشة وشركات تأمين، وبعد هيك بدأت أطور من نفسي، يعني بدأت أني أشتري سيارات وأصلحها لحسابي وبدأت أني أبيعها. الحمد لله بدأنا أول نشاط للشركة كان المعرض في 2020 شهر فبراير، يعني مباشرة قبل كورونا، مباشرة في بعشر أيام. بعشر أيام فتحنا، سوينا الافتتاح، وبعد بعشر أيام سكرت علينا كورونا الدنيا كلها. بس الحمد لله يعني قدرنا أن احنا نقاوم واستمرينا لين الأمور تعدلت طبعاً وفكت الأزمة، والحمد لله لسه موجودين. الحمد لله. خبرنا أكثر عن الخدمات اللي بتقدمها أوتو بيرفكت جروب. والله أوتو بيرفكت جروب هي منشقة لكذا قسم. عندنا قسم اللي هو تجارة السيارات، معرض أوتو بيرفكت كارز تريدينج في حراج عجمان، وعندنا مركزين صيانة سيارات الوحيد في عجمان اللي موجود فيه نظام تعديل الشاسي عن طريق جهاز الليزر كار أولاينر. طبعا هذا الجهاز الوحيد المعتمد في دولة الإمارات، ونحن الوحيدين في إمارة عجمان متخصصين في هذا المجال. وعندنا الشغل الكهرباء والميكانيكا والصبغ والصنشرة كامل، يعني جميع ما تحتاجه السيارة يعني مبدئي. من الألف للياء. بالضبط. خبرنا أكثر طبعاً في ظل المنافسة الموجودة في السوق حوالينا وسوق السيارات بشكل عام، منافسة شديدة، حابين نعرف المميز عندكم عن باقي المنافسين. والله أول شيء إحنا ما بنعتمدش على حد إن هو يسوي لنا السيرفيس بتاع السيارات تبعنا، أو إذا سيارات فيها حادث أو دعمة ما بنعتمدش إن إحنا نودي جراجات خارجية عشان يصلحوا. احنا عندنا مركزين الصيانة والأجهزة والإمكانيات اللي موجودة عندنا، يعني الحمد لله السيارة بترجع مثل ما هي كانت في الوكالة. هذا أول شيء. احنا بنكون معتمدين السيارة اللي مباعة من معرضنا للزبون. تاني شيء، ممكن الحمد لله الوحيدين اللي بنعطي ضمان على السيارة فترة 3 شهور أو 6 شهور حسب الموديل تبع السيارة. بنقدر ان احنا نسوي عقود سيرفيس اذا الكاستمر نفسه اختارها بالمده اللي يحددها مثل الوكالات، يعني عقود سيرفيس بيكون مشترط على الكاستمر ان هو ما يسويش اي سيرفيس خارجيه، ونحن بنضمن له السياره، نحن اللي بنوفر له قطع غيارها المده اللي حابب يلتزم بيها معنا. ممتاز. من سنه لخمس سنوات، بس بيكون شرط ان هو ما بيسويش اي صيانه للسياره في اي مراكز خارجيه. طبعا نفس نظام الوكالات. نفس نظام الوكالات. طبعا هاي ميزه جميله جدا، خصوصا في موضوع الضمان اللي يعطى لشاري السياره، خصوصا في ظل الظروف الراهنه الحاليه. الوضع في صعب فعلا. موضوع السيارات دائما اذا في شخص ما في عنده خبره هو بتلاقيه يعني متخوف، ويعني احنا قبل ما بنسلم الكاستمر السياره عندنا اول شيء بيكون معاه تقرير معتمد عن شاصي السياره، هذا معتمد في الار تي اي في مواصلات عجمان في مواصلات الامارات، هذا بالنسبه للشاسي. اوكي. بالنسبه لباقي الامور اللي هي مثل الكهرباء ميكانيك، عندنا الحمد لله افضل اجهزه برمجه اونلاين تقدر ان هي تطلع ريبورت مفصل دقيق جدا 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 على اي عطل في الكهرباء او الميكانيك. لو مجرد برغي مو يعني متثبت في مكانه بوضع يعني صحيح 100%.
أجهزة دقيقة ومتطورة. نقدر نحكي خبرنا أكثر عن الهدف والرؤية المستقبلية لأوتو بيرفكت جروب. والله إحنا الحمد لله بدأنا في وقت صعب. طبعا كانت 10 أيام تفتح تسكر. طبعا ممكن 9 شهور. إحباط كورونا. يعني نوع من الإحباط. يعني بس الحمد لله يعني عندي قاعدة أو شيء أنا ماشي عليه في حياتي، مبدأ ما فيش مستحيل. أكيد. بدأنا المعرض هذا بسيارة واحدة، الحمد لله الحين يعني ما بدي أقول رقم واحد في عجمان، بس منافس قوي في عجمان وخارج عجمان. الرؤية المستقبلية إن شاء الله إذا حصلنا الدعم وربنا يعني التيسير من عند الله. أكيد. إن شاء الله بنوصل لمرحلة إن إحنا بنصنع سيارة بتكون تصنيع عربي 100%. إن شاء الله يا رب. طبعاً ليش لا؟ أتمنى لكم دائم النجاح وللشباب العربي اللي بيحاول دائماً إنه يطمح ويفتح ويسوي مشاريع فعلياً نفسه. إن شاء الله بإذن الله، يعني إحنا متوكلين على الله. التأسيس من البداية كان يعني مغامرة. أكيد. وفي نفس الوقت مش عارف شو أقول لك بالضبط، يعني كانت مجازفة كبيرة. أكيد. لكن إنك تبدأ معرض في وسط معارض ليها 10 و15 سنة وتبدأ بسيارة وتسكر بعد 10 أيام. الحمد لله الحين بعد فترة جدا قصيرة 3 سنوات، ما يعني منهم 9 شهور في كورونا مسكرين. صحيح. وصلنا إن إحنا نكون متميزين جدا في عجمان، ووصلنا إن إحنا نكون المركز الصيانة الوحيد اللي موجود فيها الأجهزة. منافسة قوية يعني. أكيد. الحمد لله. أكيد. أكيد. طبعا نتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق، وإن شاء الله تحقق الهدف اللي حضرتك راسمه، ونشوف فعلا اسم عربي على صناعة السيارات بإذن الله. حابين أيضا نتكلم عن الأمن والأمان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكيف ممكن يساعد على أنه السوق يظل. والله شو أقول لك، أنا أكثر من أني بكون نايم في البيت وباب معرضي مفتوح. صحيح. يعني أنا بكون نايم معرضي مفتوح، سياراتي موجودة، ونايم ومطمن. بالضبط. بالفعل. هاي انت لخصتها كلها في جملة بسيطة. يعني مو محتاجة كلام الحمد لله. يعني بالفعل انك تكون في دولة الامارات فانت فعلا تنام مطمئن البال. 100%. لا يعني بدون تفكير. اكيد طبعا. حابين ايضا نوجه رسالة شكر لجميع الشيوخ وحكام دولة الامارات على هاي النعمة. والله يعني بارك الله فيهم، بداية من الله يرحمه الشيخ زايد. لين الحين ما بيقصروا. اكيد اكيد فعلا طبعاً. فعلا طبعاً. فعلا هالدولة ان شاء الله بيكون فيها مزيد من التقدم والانجاز طبعاً. ويعني الحمد لله احنا، انا كعربي انا بشعر بالفخر. اكيد. في دولة عربية تنافس اوروبا. صح. بالفعل طبعا. حتى من طاقم عمل برنامج جود الاعمال نحب نوجه رساله شكر لجميع الشيوخ وحكام دوله الامارات العربيه المتحده. شكر وحده ما يكفي والله. طبعا اللي يسووه يعني هالموضوع الواحد يعني ما بتقدر اصلا بالزبط. تتكلم فيه. صحيح. يعني صحيح. ما خلوا شيء ما سووا. بالفعل طبعا. حابين نتشكرك اليوم على وجودك وظهورك معنا في برنامج رواد الأعمال. حابين أيضا قبل ما ننهي الحلقة نتعرف ونعرف كيفية الوصول والتواصل لأوتو بيرفكت منتجات سيارة. نحن موجودين على الويب سايت أوتو بيرفكت كارز تريدينج دوت كوم، وعلى جميع مواقع اللي هي التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي وعرض اللي هي نفس دوبيزل دبي كارز سياراتي على جميع المنصات موجودة. موجودين. بس مجرد تكتب أوتو بيرفكت في بحث جوجل، في جوجل ماب تلقى دايركت موجودين. طبعا جميع أرقام التواصل والموقع الإلكتروني وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي سوف يظهر أسفل الشاشة. نتشكرك مرة أخرى اليوم على ظهورك معنا أستاذ سيد. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.